المحامي اتحاد الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وأنتم طيبين جميعا، ورمضان دي طعم كان جميل جدا بعد الثورة، مش رمضان اللي عدى ولا رمضانات اللي احنا شفناها. فبعد الثورة فعلا أنا حسيت إن في رمضان تاني جميل، في حرية، في جماعة طبعا معينة، أشكال الثورة كلها لمعت بعض فيها شكلا ما نعرفش أسماء بعض، ودي حاجة جميلة جدا، كلنا بنتفانى في حب بعض، وكل ما نعرف أسماء بعض ونفرق لبعض إيه مسميات وحاجات خاصة. وأنا سعيد جدا جدا بالمؤتمر النهاردة. أولا أنا محامي ولجنة الحريات من قبل المحامين والشباب السعودي. فأتمنى فعلا، أنا سعيد جدا جدا باللي أنا سمعته من الدكتورة. سعيد جدا جدا باللي أنا سمعته من الدكتورة، وأتمنى أن يكون هناك مظلة عامة تشملنا زي ما كنا نحب بعض في 18 يوم اللي كانت في الثورة. وما كناش ننظر للحاجات الخاصة بنا ويأخذون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرحوا. طبعا انا سعيدي وسعيد جدا جدا ان احنا كلنا في هذا المكان. الاستاذ جليل طبعا اخويا والمجموعه كلها حبايبي وخواتي من الودان، الصندوق في التحرير الاخ اللي قال علينا الاول دي كلمه جميله جدا. الثوره لسه يا جماعه بادئه، احنا في اولى حريه، اولى حضانه حريه، لسه ما حققناش اي حاجه. كل الشيء اللي انتم بنحققه بمليونيه، ولو ما فيش مليونية ما فيش حاجة هتتحقق. وكأننا